إذا تستمر أزمة مخلفات العمليات العسكرية في العراق وتصطاد ضحاياها في ظل صمت حكومي مريب، وحول الأزمة وأبعادها ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. أستاذ أحمد، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون، لا تزال مخلفات العمليات العسكرية تحصد ضحاياها في محافظة التميم وعدد من المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية في السنوات الأخيرة، ولكن السؤال المطروح دائما، يعني ما حجم المخاطر التي تشكلها مخلفات العمليات العسكرية خاصة في محافظات بعينها؟ تفضل أستاذ أحمد. نعم، بالتأكيد هي مخاطر كبيرة، وهذا الخطر هو خطر مستمر. إذا ما علمنا من أن دولة مثل العراق شهدت عدة حروب منذ حرب 8 سنوات إلى المعارك والقتال الذي جرى ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، كل هذه الحروب الحقيقة يعني جعلت العراق مرتعا للمخلفات الحربية وكذلك للألغام وكذلك للمنازل والطرق والشوارع التي هي مفخخة حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها هذا الموضوع. إذا هو خطر كبير يقابله عجز حكومي عن معالجة هذه المشكلة وعن قصور القوات الأمنية ووسائلها القديمة في معالجة هذا الملف الذي يحصد أرواح الأراحين كل يوم. وضحية محافظة كركوك لن يكون الأخير، لأن هنالك مدن مثل البصرة وكذلك الأنباء وكركوك والموصل ما زالت حتى هذه اللحظة تشهد حقوق ضحايا مثل هذه الحوادث. أستاذ أحمد، أمام هذه المشكلة كيف تقيم الجهود الحكومية في إزالة هذه المخاطر من حياة أهالي تلك المحافظات، لا سيما أنها لا تزال تحصد أرواحهم أو توقع بهم الإصابات؟ كيف تقيم جهود الحكومة في هذا الشأن؟ للأسف يعني الجهود قليلة وجهود غير كافية، والوسائل التي تعتمدها يعني هذه فرق الدفاع المدني والجهد الهندسي لمعالجة هذه المشكلة يعني لا يمتلكون الأجهزة الأمنية ولا الكوادر المدربة على معالجة مثل هذه المخلفات الحربية. لذلك يعني اتجهت الحكومة العراقية الحالية ومن قبلها إلى التعاقد مع فرق دولية ومنظمات ترعاها منظمة الأمم المتحدة من أجل إزالة هذه الألغام من محافظات الأنباء وكذلك الموصل وصلاح الدين وكركوك. طيب أستاذ أحمد، وزارة الصحة أكدت من جانبها أن وزارتي الدفاع والداخلية لا يتعاونان معها في ملف إزالة الألغام، كيف يمكن قراءة هذا الموقف من الوزارتين المعنيتين تحديدا بشأن هذا الملف؟ بالتأكيد يعني الذي عقد يعني هذا الملف وجعله مشكلة مستمرة يعني يتسبب بمقتل العراقيين هو قصور المؤسسات الحكومية وعدم جديتها في معالجة هذا الملف. يعني وزارة الصحة تلقي باللائمة على وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك وزارة الدفاع والداخلية يعني لا تمتلك لا الدعم المادي الكافي ولا الكوادر المدربة من أجل معالجة هذا الملف، لذلك تبقى هذه المشكلة قائمة وكل وزارة تلقي باللوم على الوزارة الأخرى. طيب أستاذ أحمد، الألغام في البصرة، طبعا البصرة شهدت عمليات عسكرية عديدة منذ بداية الثمانينات، وأيضا هناك عدد من المحافظات شهدت أيضا عمليات عسكرية في الفترة الأخيرة. هذه الألغام تقتل الأهالي والأطفال وأيضا تتسبب بإعاقات دائمة لهم. إذا كانت هذه الجهات المعنية غير مكترثة، هل هناك عناية حقيقية للضحايا بعد وقوع الكارثة؟ هل تقدم لهم الخدمات، الحكومة تقدم لهم الخدمات الضرورية لكي يتجاوزوا ما وقعوا به من آلام ومن بتر لأعضائهم؟ بالتأكيد
بالتاكيد اخي العزيز، نحن يعني لا ننتظر الكثير من الحكومه الحاليه ولا التي سوف تاتي في المستقبل. نعم. لان يعني هذه الحكومات فشلت في اعاده اعمار هذه المناطق، فبالتالي هي ستفشل ايضا في معالجه الملف. يعني كما تعلم حتى هذه اللحظه ما زالت الكثير من المدن والقرى العراقيه مدمره بالكامل ومنازلها مفخخه، والحكومه لم تقوم بتعويض سكان هذه المناطق، بل انها زادت الطين بله وقامت وهي تقوم الان بعمليه تهجير لسكان مناطق جديده. فبالتالي نحن لا ننتظر اي شيء من هذه الحكومه الحاليه والتي سوف تاتي. اذا الحل هو ان تتوافر جهود سكان هذه المناطق من اجل ايصال صوتهم للحكومات الحكومه القادمه او للمنظمات الدوليه الانسانيه من اجل وضع حل لهذه المشكله الكبيره. من بغداد الصحفي العراقي احمد الجميلي، شكرا جزيلا لكم.